اليوم رح فرجيكم فيديو عن فرق الخيط التي شيرت بين التركي والمصري. التركي شوفي كيف بيجي نظيف ما احلى، ما في اي زوايد، تمام، نظيف ومرتب. اما المصري بيجي بهاي الطريقه، شايفين هالزوايد. طبعا هو بيفرق بالسعر، خيط التركي اغلى وخيط المصري ارخص. عنا بالسعوديه بعض المحلات بتلاقوا خيط التركي ب35 وخيط المصري ب25، بس الاشياء الزايده هاي ما بتاثر بالشغل، يعني بتشوفه بتنسحب طوالي، مجرد هي خيوط معلقه مع الشغل الماكينات، شكله فيك تسحبيها بسهوله وبصير نظيف. يعني انا بالنسبه لي ما بتاثر على الخيط، بس بدي نظفه مزبوط، رح ياخذ مني وقت بالتنظيف لا اكثر. اما الخيط مرتب وحلو بالشغل، كتير نظيف. هيو بتشيليهم عادي، لا بيأثر بالخيط ولا بيخزقه ولا شيء، بس هني اشياء زايده مع المكاين بتطلع وبتتعلق بالخيط الرئيسي. هذا كان حبيت اشرح لكم بهالفيديو شو الفرق بين الخيط المصري الكليم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.